مساكم الله بالخير مشاهدينا الاعزاء، نرحب فيكم في حلقه جديده من برنامج اسال طبيب. اهلا وسهلا اعزائنا المشاهدين في حلقتنا اللي بنتكلم فيها عن مرض التصلب اللويحي المتعدد. طبعا مشاهدينا تطرقنا في حلقات سابقه لمرض التصلب المتعدد، وبينا للمشاهدين بانه مرض عصبي مزمن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي الا وهو الدماغ والحبل الشوكي. فعلا دكتور محمد، وقد يؤثر على الاحساس الطبيعي والحركه والتفكير، ويتسبب في عوارض مختلفه بحسب مكان وجودها في الجهاز العصبي. والأهمية الموضوع اليوم صرنا نستضيف الدكتور محمود هشام، استشاري أمراض عصبية ودماغ. مساك الله بالخير دكتور. مساء الخير. أنا مساك الله بالخير دكتور، ومرحبا فيك في استوديو اسأل طبيب. دكتور، لنبتدي في البداية نعرف شنو هو هذا المرض. مرض التصلب المتعدد هو عبارة عن مرض عصبي مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي اللي بتقلك الدماغ والحبل الشوكي. قبل ما نقول نحن المرض هو عبارة عن إيش، خلينا نعرف العصب. العصب مكون من محور اسمه الليف العصبي ومغمد بغمد يدعى غمد الميالين. أنا دائما بشبهه للمرضى مثل الألم المستخدمه ألم الأزرق، فهو بيتضمن عبارة عن تيوب فيه الحبر اللي هو بيشبه الليف العصبي، والغمد الميالين هو بيشبه هيكل الألم اللي نحن بنستخدمه. فهذا هو العصب. بمرض التصلب المتعدد يحدث تخرب في غمد العصب اللي له دور في نقل السيالي العصبية، وسبب تخرب غمد العصب هو عبارة عن أضداد معينة المفروض أن هذه الأضداد تروح تهاجم الأعداء زي البكتيريا زي الفيروسات زي الأجسام الأجنبية الداخل على الجسم، لكن بسبب خلل مناعي معين يحدث عندنا أنه هل الأضداد تذهب وتهاجم الأصدقاء، منها الأصدقاء اللي هو غمد الميالين، وبالتالي هو مرض مناعي ذاتي مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي. دكتور، شنو أسباب حدوث المرض؟ أسباب حدوث المرض مثل ما قلنا نحن هي عبارة عن أضداد تهاجم غمد الميالين. لكن ليه الأضداد هاي بتتولد وليه بتروح بتهاجم غمد الميالين لا يعرف السبب بدقة، لكن هناك مجموعة من ما يسمى عوامل الخطورة. يعني منلاحظ أنه مثلا المرض يصيب النساء أكثر من الرجال، يصيب المرضى الشباب أكثر من الكهول والأطفال، بالإضافة إلى وجود توزع جغرافي معين، فمنلاحظ أنه المرض انتشاره أكثر في نصف الكرة الشمالية، كل ما اتجهنا باتجاه الشمال يزداد نسبة حدوثه، في نصف الكرة الجنوبية كل ما اتجهنا باتجاه الجنوب تزداد نسبة حدوثه. إحدى الأسباب تفسر هذا التوزع الجغرافي هو نقص فيتامين دي. يعني نعرف أنه هاي الدول اللي هي في شمال أوروبا أو شمال أمريكا قلة التعرض للشمس هو يؤدي إلى نقص الوارد من فيتامين دي في جسم الإنسان، وبالتالي ربما يتولد هذا المرض. أيضا الوراثة، فنسبة جيدة من المرضى يفيدون بأنه أحد أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية أو حتى الثالثة أيضا مصاب بمرض التصلب المتعدد. نعم دكتور، طبعا أنت تفضلت مشكورا وشرحت لنا سبب حدوث هذا المرض بطريقة يعني المناعة الذاتية، وخاصة في مهاجمة الأعضاء في الجسم، ويمكن احنا بنتكلم بشكل تفصيلي أكثر عن الجهاز العصبي ككل عقب شوي في الحلقة. لكن دكتور، إذا وقفنا الحين عند الأعراض التي تصيب اللي تم تشخيصهم بمرض التصلب اللويحي المتعدد، شنو هي أعراض هذا المرض؟ نعم، الأعراض هي عبارة عن أعراض متعلقة بالجهاز العصبي المركزي، تقسم إلى أعراض حركية على سبيل المثال ضعف بشق من الجسم أو ضعف في الوجه أو ضعف أحد الأطراف. أحيانا تكون أعراض حسية، مثلا تنميل بنص الجسم. من فترة جاني أحد المرضى الشباب صار له حوالي أسبوعين ثلاثة عم يعاني من تنميل في نص الجسم، أجرت الفحوصات المناسبة وتبين وجود مرض التصلب المتعدد. أيضا من الأعراض الشائعة وقد تكون باكرة حدوث غشاوة في النظر أو ضعف الرؤية في إحدى العينين. طبعا حتى نقول أن هاي أعراض عصبية لازم أنها تستمر، أعراض عصبية مرتبطة بالتصلب المتعدد لازم هالأعراض تستمر على الأقل 24 ساعة. فمن الشائع أنه على سبيل المثال مريض يحدث عنده ضعف أو تدني في القدرة البصرية في إحدى العينين لمدة أكثر من 24 ساعة، يراجع طبيب العيون، فطبيب العيون لما بفحصه بيلاقي كل شيء طبيعي. فطبيب العيون من خلال خبرته ممكن أنه يوجه المريض باتجاه طبيب الأعصاب
اللي ممكن انه شخص لاحقا مرض التصلب المتعدد. من الاعراض ايضا الشائعه قد يحدث اضطراب في وظيفه المثانه او وظيفه التبرز او حتى الوظيفه الجنسيه. هاي اشياء الاعراض. دكتور طبعا تفضلت خبرتنا ان الفئات العمريه اللي يكونون في متوسط العمر يكونون اكثر عرضه للاصابه. نعم. هل تظهر عليهم الاعراض وممكن تختفي ولا تتم موجوده على طول؟ وايش كثر مده تحتاج علشان تشخص المريض؟ نحن لحتى نقول انه هاي عباره عن هجمي من مرض التصلب المتعدد لازم الاعراض العصبيه تستمر 24 ساعة. لما المريض بيراجع الطبيب والطبيب من خلال خبرته والمعاينة السرية للمريض وإجراء الفحوصات المناسبة ممكن أنه يصل إلى التشخيص المناسب. بس ممكن أنه مثلا تظهر الأعراض وتختفي عند المريض ومرة ثانية ترجع تظهر مرة ثانية؟ نعم، هذا هو نحن اللي بنقوله التصلب المتعدد الريلابسينج ريميتينج أو بالعربي بنترجمه باسم الناكس الهاجع. فهذا يحدث حتى بدون علاج؟ هذا يحدث حتى أحيانا قبل التشخيص. يعني قبل التشخيص ممكن أنه المريض يأتي بهجمة واحدة، عند إذن هاي بنسميها الهجمة السريرية المعزولة isolated clinical syndrome. لاحقا بعد فترة ممكن تتطور هجمات متكررة، يعني عبارة عن مثلا تنميل في نص الجسم يظل مع المريض لمدة يومين ثلاثة يختفي. بعد عدة أشهر أو حتى سنة أو سنتين بنلاحظ أنه المريض فرضا صار عنده تدني في القدرة البصرية في إحدى العينين، كمان ظل أكثر من 24 ساعة بعدين اختفى. هي عبارة عن بنقولها الهجمات الأتاكس، وهذا النمط اسمه ريلابسينج ريميتيك أو الناكس الهاجع. ريثما أنه يفضل المريض أو أحد أقاربه أو أحد الأطباء الجي بي اللي يراجعهم يوجه المريض أنه أنت بحاجة إلى طبيب مخ وأعصاب لتشخيص حالتك وإجراء الفحوصات المناسبة. دكتور يمكن الحين هذا السؤال أو هذا الجواب يأخذنا إلى هذا السؤال الآن، ألا وهو عملية التشخيص. طبعا عملية التشخيص قد تكون، يعني لما نتكلم عن عملية التشخيص بالنسبة حق الجهاز العصبي ككل، بعدين عمليات التشخيص اللي تستخدمونها بصفة خاصة لهذا المرض كونه مرض مناعي ذاتي. نعم، بداية التشخيص تتم عن طريق أول شيء الأعراض اللي تحدث عند المريض. نعم. براجع فيها طبيب المخ والأعصاب، الطبيب طبعا يستمع إلى شكاية المريض، بعدين يقوم بإجراء الفحص السريري. من خلال الفحص السريري يجمع ما نسميه ساينز أو العلامات. نعم. يشك الطبيب بوجود مرض في الجهاز العصبي المركزي، فإذا كان المريض ضمن الفئة العمرية اللي قلنا عليها خاصة عمر الشباب، فبيطلب الطبيب الفحوصات المناسبة وعلى رأسه أشعة الرنين المغناطيسي إما للدماغ أو للحبل الشوكي أو للدماغ والحبل الشوكي معا. بهالحالة هاي بنلاحظ وجود ما يسمى الليجنز أو الآفات، آفات زوال الميالين اللي تظهر فيه صور الرنين المغناطيسي. أنا عندي هون أحد الأشكال ممكن نفرجيها للسادة المشاهدين. بيصير عندنا عبارة عن آفات حسب الأسهم هنا الموضحة بالتصوير، هاي اسمها آفات زوال الميالين. طبعا هيك بيبدأ التشخيص أو الصورة السريرية تتكامل بشكل أكبر عند الطبيب. لتأكيد التشخيص أكثر تطلب عادة فحوصات دموية. طبعا لا يوجد فحص في الدم يؤكد مرض التصلب المتعدد، لكن ما هو الهدف من إجراء الفحوصات الدموية؟ لنفي وجود أمراض أخرى مشابهة لمرض التصلب المتعدد، سواء من الناحية الإكلينيكية السريرية أو حتى من الناحية الشعاعية. في بعض الأحيان تكون الصورة غير واضحة 100%، ولتأكيد أو لا يعمل الطبيب more confirmation للتشخيص ممكن اللجوء إلى ما يسمى إبرة الظهر أو اللمبر بانكشر، إجراء تحليل للسائل الدماغي الشوكي ودراسة الأضداد الموجودة فيه، وعند إذن نتأكد التشخيص وتبدأ وضع الخطط للمعالجة. العلاج بالضبط دكتور. هاي اللي كنت بسأله عن العلاج، هل تعالجون الأعراض فقط اللي تظهر على المريض مثل ضعف المثانة ولا ضعف البصر وغيره، أو في علاج مخصص لمرض التصلب اللويحي؟ نعم، هلأ العلاج يقسم عادة إلى ثلاث مستويات. المستوى الأول هو علاج الهجمة الحالية. ونفترض أنه مريض إجانا بضعف شق من الجسم، وعلى فرض أنه الطبيب شخص المرض، أوكي عنده تصلب متعدد، لكن كيف نحن نعالج الهجم الحالي؟ بهالحالة هاي يتم اللجوء إلى الستيرويدز،
وعلى رأسها الميثيل بريدنزولون جرعة وريدية تأخذ في المستشفى لمدة 3 أيام أو إلى 5 أيام. هيك نحن منعالج الهجمي أو الهجمي أو الأعراض الجديدة اللي حدث عند المريض. أما المستوى الثاني من العلاج فهو علاج المرض بحد ذاته. نحن قلنا إنه المرض عبارة عن الضاد تخطئ طريقها وتهاجم الأصدقاء واللي هي أنسجة الجسم. فعند إذن لابد من أخذ علاجات معينة تؤدي إلى تعديل هذه الأضداد وتعديل المناعة لضبط المرض وعدم تطوره، لأنه إذا ما أخذنا دواء معدل المناعة عند إذن سوف تتطور الأعراض خلال السنوات القادمة ويتحول المريض من مريض فعال وظيفيا إلى مريض ممكن ربما يصبح عاجز. نحن هذا الشيء لا أي طبيب ولا أي هيئة صحية أو طبية في العالم تريد هذا الأمر. كل الهيئات الطبية تسعى إلى محافظة على الفعالية الوظيفية للمرضى. إذن الهدف من العلاجات المعدية للمرض هو ضبط المرض، إيقاف حدوث الهجمات، وضبط حدوث الآفات على تصوير الرنين المغناطيسي. هذه العلاجات المعدية للمرض في تسعينيات القرن الماضي كانت عبارة عن إبر تؤخذ عضلياً أو تحت الجلد مثل ما بيعرفوا المرضى الانترفيرونز. لاحقا في القرن العشرين تطورت الأدوية وصار في عندنا أدوية تؤخذ فمويا، صار أسهل للمرضى من الالتزام بالأبر العضلية أو تحت الجلد حبي كل يوم. فيما بعد تطورت الأدوية وصار في عندنا بعض الأدوية اللي ممكن أن تؤخذ وريديا كل 6 أشهر أو حتى كل سنة لضبط المرض. طبعاً يعني الطبيب هو اللي بيحدد ما هو العلاج الأكثر مناسبة حسب حالة المريض، حسب حالة المريض، حسب عمر المريض، حسب توافر العلاجات، لأنه مثل ما بنعرف أنه هاي العلاجات قد تكون أحيانا غالية السعر. يصعب أنه المريض الواحد أنه يتكفل بسعرها. عادة الدول أو الهيئات الصحية في الدولة هي اللي تتحمل تكاليف العلاجات. وأخيرا مثل ما تفضلت علاج الأعراض. يعني عندنا مثلا إذا مريض فرضا صار عنده ضعف في أحد أجزاء الجسم فلا بد عند إذن من تناول بعض الأدوية المقوية للأعصاب، ممكن إجراء العلاج الطبيعي في حال وجود أعراض عصبية زي التنميل زي الألم العصبي، ممكن تناول بعض الأدوية المضادة لألام الأعصاب. في حال وجود اضطراب في وظيفة المثاني تعطى بعض الأدوية لتحسين وظيفة المثاني، وممكن عند إذن أخذ رأي زميل طبيب مختص في المسالك البولية لإجراء الدراسات المناسبة وهكذا. نعم. نعم. طبعا هناك يعني دروس وبحوث لطرق علاجية مختلفة قد تكون يعني جديدة نوعا ما، خاصة مثلا الحين نسمع كثير عن علاجات بالستيم سيلز، فهل في علاقة بهذه العلاجات؟ نعم. بمرض التصلب؟ نعم توجد علاقة، لكن ما تزال هذه الستيم سيلز أو الخلايا الجذعية مشان السادة المشاهدين قيد الدراسة. يعني حاليا قيد الدراسة، الهدف من الخلايا الجذعية هي أنها تتميز وتتحول إلى خلايا جسدية تعوض وظيفة الخلايا المفقودة. ما تزال قيد الدراسة ليست منتشرة كثيرا في كل دول العالم، في مراكز الأبحاث فقط، لكن ما في شيء ضمن الماركتينج حاليا في علاج الخلايا الجذعية. نأمل إن شاء الله في المستقبل مما يوفر أمل يعني جيد للمرضى بإذن الله. بس دكتور العلاجات اللي أنت ذكرتها شنو مدى فعاليتها؟ يعني كم بالمئة تقريبا تعالج المريض وتحسن الأعراض عنده؟ نحن قلنا بالنسبة للأعراض فبدنا نأخذ أدوية معالجة للأعراض. أما الأدوية المعدية للمناعة الهدف منها هو ضبط المرض عند نفس الحدود اللي وصل لها أثناء التشخيص وعدم تطورها. في معظم الحالات تؤدي إلى استجابة جيدة وممتازة، وهذا هو الهدف من العلاجات. نادرا ما نلاحظ أنه المرضى يحدث عندهم عدم استجابة، وعند إذن الطبيب يجب أن يرتفع أو يرتقي في مستوى العلاج إلى مستوى أعلى. العلاجات في منها تؤخذ الأعراض أو مرض التصلب المتعدد في مراحل الأولى، وفي أدوية تؤخذ في مراحل متقدمة. لما بلاحظ الطبيب أنه حدوث تقدم المرض وعدم ضبطه بالأدوية البسيطة فعند إذن لابد الانتقال إلى مستوى أعلى من العلاجات. دكتور كيف يتم يعني يمكن هذا السؤال له علاقة بالتشخيص، بس كيف يتم تقييم مدى فعالية هذا العلاج؟ تقييم مدى فعالية العلاج بالمراجعة الدورية عند الطبيب.
لا يقل عن كل 6 أشهر إلى سنة. إجراء رنين مغناطيسي كل سنة ضروري للتأكد من أنه الآفات الدماغية ما تزال ثابتة ولم تزداد في الأعداد، وإن كان الفحص السرير للمريض ثابت. يعني ملاحظ أن المريض ما عنده أعراض، لكن لابد أن يراجع الطبيب لإجراء رنين مغناطيسي جديد. فإذا لقينا أنه في آفات جديدة، ليجنز جديدة، فعندئذ يعني أن المرض عمال يزداد. هذا الشيء بينبه الطبيب إلى ضرورة تعديل العلاج. دكتور، خلينا نفرض أن المريض تم تشخيصه في مرحلة متقدمة أو متأخرة، إنزين، أو مثلاً تم تشخيصه وما التزم بالعلاج، شنو المشاكل اللي ممكن تترتب من عدم أخذ العلاج؟ في حال عدم أخذ العلاج، المريض ممكن إنه الهجمات اللي عنده تتطور وتزداد وتؤدي إلى حدوث عجز. في البداية بكون عندنا عجز جزئي، بعدين العجز هذا بيزداد، يعني كل هجمة تولد عجز بسيط، الهجمة الثانية تولد عجز بسيط، الهجمة الثالثة تولد عجز، فتراكم العجز عدة مرات يؤدي إلى حدوث عجز كبير، وقد يحدث عندنا شلل نصفي مثلا عند المريض، أو فقد رؤية دائم، أو خلل في التوازن ودوار. هالشيء هذا يؤدي إلى خسارة المريض وظيفيا من قبل المجتمع، لأنه نحن قلنا أن المرض يصيب سن الشباب، وهذا سن الإنتاج. فمن المؤسف أنه نلاحظ أنه مريض مثلا أهمل العلاج، أهمل المتابعة الطبية، وأدى إلى حدوث عجز ويصبح عالي على المجتمع، عالي على أسرته. فهذا هو الهدف من العلاجات، إبقاء الإنسان فعال وظيفيا، يأخذ دوره، إنسان منتج، إنسان يقدر يعني إذا كان شاف يطور الإنتاج يدخل مصروف للعائلة، ينبسط بأولاده، يفرح أولاده. هذا هو الهدف الأساسي من العلاج، يمارس حياته بشكل طبيعي. يعطيكم العافية دكتور. دكتور، طبعا هذا المرض قد يكون له يعني آثار اجتماعية، سواء كان على المريض أو عائلة المريض أو حتى يعني الذين يحيطون به. فما هو دور المجتمع ووعي لازم يكون عند المجتمع للتعامل مع هذه الحالات؟ أنا بقول للمرضى أنه يعني أحيانا بتفاجئوا وبيكون شوكد، أنا معي تصلب متعدد، كيف يا دكتور؟ يمكن إذا سمع أنه معه هو مرض السكر فبيقول أسهل، عادي كلمة فيها، مع أنه المرضين يعني من الأمراض المزمنة وتحتاج علاجات بشكل دائم. فأنا مشان بسط الموضوع للمريض بقول له هذا مرضك مثل مرض السكر، يعني لا يوجد علاج نهائي 100% يقضي على الموضوع، زي مثلا التهاب اللوزات. نحن نعرف أنه التهاب اللوزات بيأخذ واحد أنتيبيوتيك لخمسة أيام أو أسبوع وخلاص بيتحسن، لكن هون الآلية مختلفة، لابد أنك تأخذ علاج بشكل دائم لضبط المرض، زي مريض السكر. مريض السكر يأخذ أدوية السكر لضبط المرض ومحافظة على مستويات السكر في أرقام دنيا وعدم ارتفاع، عدم حدوث اختلاطات. نفس الأمر عند مريض التصلب المتعدد، ما يحتاج نحن أنه الخوف الزائد أو الفوبيا اللي بتصير عند المرضى أنه نحن صار معنا تصلب متعدد وأنا سوف أكون مشتول. لا، أنت إذا تشخص لديك تصلب متعدد التزم بالعلاج، تابع مع الطبيب، فبتضل إنسان طبيعي وفعال وتروح وتجي، ولا حدا بيحس فيك نهائيا إذا أنت ما خبرت أصدقائك. فما حدا رح يعرف من الناس التانيين. في السابق كان الوعي الناس قليل بهذا المرض، يعني في الثمانينات أو التسعينات القرن الماضي كان المريض يشخص في مراحل متأخرة، وصل إلى مرحلة العجز أو منلاقيه على الويلتشير، عند إذن يشخص، وهون صارت العلاجات فائدتها محدودة. لكن بالقرن الجديد زيادة الوعي الناس، زيادة التوعية كمان من قبل الأطباء، الكادر الصحي، برامج التوعية مثل برامجكم، خلى الناس تنتبه أكثر، وتخلي أحيانا الواحد أنه يجي على الطبيب مجرد أنه شعوره بتنميل بسيط، ويبدأ التشخيص مبكر. فإذا بدأ التشخيص مبكر، عندئذ أخذ علاج مبكر، يبقى المريض بحالة وظيفية ممتازة وجيدة. دكتور، بما أن احنا نحب ننشر الإيجابية في البرنامج، فإذا تكلمنا عن قصص نجاح لأشخاص كانوا يعانون من مرض التصلب اللويحي المتعدد، والحين يعني خلينا نقول حياتهم شبه طبيعية. في عدد ممتاز يعني من المرضى حول العالم، يعني بياخذوا أدوية وأمورهم طبيعية، وناس وصلوا إلى مستويات إدارية عليا وشهادات عليا، وهم مصابين بمرض التصلب المتعدد. أهم شيء يكون الإنسان متفائل ويتابع مثل ما قلت أنا مع الطبيب المشخص للحالة لضمان استقرار المرض بشكل دائم. نعم.
دكتور طبعا انت تفضلت وخبرتنا ان شنو عوامل الخطر التي قد تؤدي الى زياده نسبه حدوث او اصابه المريض بهذا المرض. لكن دكتور احنا طبعا هذه منصه مثل ما تفضلت تثقيفيه للموجودين في المنزل وحتى حق الاطباء والكادر الصحي. فاحنا كاطباء عائله متى علينا ان نرفع الرايه الحمراء ونقول ان هذا المرض او هذه الاعراض التي تاتينا في العياده قد تكون هذا المرض؟ يعني لما بكون في عندنا اعراض عصبيه مرتبطه بالجهاز العصبي المركزي وتستمر لمده اكثر من 24 ساعه. في حال تم الشك يجرى تصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ او الحبل الشوكي، وعندئذ اذا وجدنا الليجنز فبنقول انه ربما المرض يكون موجود ونجرى استقصاءات اكثر. اما اذا ما لقينا ليجن فنوعا ما نستبعد المرض، بالرغم من انه احيانا يبدا المرض مع غياب وجود اي افات على التصوير الرنين المغناطيسي، وهذا الشيء بيخلي انه الطبيب يحذر المريض انه في حال تكررت معك الاعراض ارجع لعندي مره ثانيه، ارجع اعد لك نفس الفحوصات، فاذا لقينا وجود افه جديده في التصوير فعند اذن بنقول انه المره الاولى كان عندك كلينيكال ايزوليتد سيندروم او الهجمه السريريه المعزوله، ولاحقا تطور الى هجمه ثانيه وصار المرض من نوع الريلابسنج ريميتنج او الناكسه الهاجمه. في هالحاله دكتور ما تعالجون المريض الا اذا ظهرت الليجنز في ال هلا في السابق كانت المعايير تشخيص المرض صارمه جدا، تستدعي وجود هجمتين على الاقل سريريتين عند المريض ولا يقل عن تو ليجنز على الرنين المغناطيسي. لكن لاحقا في حال وجود هجمه سريريه واحده وان كان الرنين المغناطيسي سليم يتم اجراء فحوصات اضافيه اكثر، على سبيل المثال الفيجوال ايفوكيت بوتنشال او ما يسمى دراسه وظيفه العصب البصري والناقليه العصبيه من اجل تجميع المعايير، وان كان موجود التشخيص ان كانت المعايير هاي توجهنا باتجاه التشخيص بدء العلاج في ابكر وقت ممكن. ايضا يمكن اجراء اللمبر بنكشر او ابره الظهر، كثير من المرضى بيخافوا من ابره الظهر، ودكتور انا ممكن اني انشل. لا، نحن بنقول انه ابره الظهر هي ابره امنه وسليمه تجرى بيد الطبيب حصنا وليس عناصر التمريض في مكان امن. الهدف منها هو دراسه السائل الدماغي الشوكي اللي هو سائل موجود يحيط في الجهاز العصبي، زي ما نحن ندرس نسيج الدم اللي هو شخصنا الأمراض، فنفس الشيء أمراض الأعصاب تشخص من خلال دراسة السائل الدماغي الشوكي. فإذا جمعت القرائن وإن كانت قليلة وأكدت وجود التصلب المتعدد يتم البدء بالعلاج أبكر ما يمكن. نعم. طبعا دكتور احنا يمكن قد استخدمنا عبارات مختلفة في الحلقة عن الجهاز العصبي ككل، فنعطي المشاهدين نبذة عن ما هو الجهاز العصبي وشنو أهم مكوناته. الجهاز العصبي يقسم إلى جزئين أساسيين. الجهاز العصبي المركزي بيتضمن الدماغ الموجود في الجمجمة، والدماغ نفسه مقسوم إلى المخ والمخيخ وجذع الدماغ والعصبين البصريين، بالإضافة إلى الحبل الشوكي الذي يمتد من الدماغ في العمود الفقري وتخرج منه الأعصاب المحيطية أو الأعصاب الشوكية، ومنها تتفرع باقي الأعصاب اللي بنقولها الجهاز العصبي المحيطي. فمرض التصلب الوحي يصيب الجهاز العصبي المركزي المقصود في الدماغ والحبل الشوكي. نعم. وهل هناك دكتور يعني أمراض تصيب الجهاز العصبي مختلفة بس قد تظهر عليها نفس الأعراض؟ تماما، ممكن يكون هناك بعض الأمراض على رأسها مثلا التهاب الأوعية الفاسكولايتس أو الأمراض المناعة الذاتية الأخرى الأوتو أميون ديزيز اللي تشبه التصلب اللوحي بتظاهراته السريرية وحتى تظاهراته الشعاعية. لذلك الطبيب يجري تحاليل الدم لنفي أو تأكيد وجود هذه الأمراض الأخرى. فإذا كانت التحاليل الدم كلها سليمة عند إذن يبقى التشخيص هو التصلب المتعدد. أما إذا وجد أي خلل في التحاليل الدموية فعند إذن هذا الشيء ممكن يوجهه باتجاه تحاليل أخرى لتأكيد مرض آخر. من الأمراض على سبيل المثال اللي بنشوفها عند الناس النباتيين واللي بتتظاهر بنفس التظاهرات التصلب المتعدد هو فيتامين B12 ديفيشنسي أو نقص فيتامين B12. بنلاحظ أنه الناس النباتيين شائعة عند بعض الناس خاصة في الهند أنه ما بيأكلوا مكونات اللحوم فقط النبات، وأنا صادفتني إحدى الحالات
مريضات من الهند نباتية تأخذ فقط أو تتناول فقط الأطعمة النباتية وكان عندها ليجنز بالدماغ. أجرينا فيتامين B12 ليفل وكان عندها مستوى التحليل جدا متدني. وكان هذا هو التشخيص اللي عندها وليس الام اس. فذلك نحن نقول المريض مش كل ليجنز في الدماغ تعني وجود ام اس، مشان ما نقلق بشكل مبالغ فيه. وهي طبعا هني تأتي أهمية التوجه إلى ذوي الاختصاص على أساس يتم التشخيص الصحيح والبدء في العلاج بفترة مبكرة للتقليل من المضاعفات. دكتور، طبعا من أهداف العلاج أنه يتم تثبيت الجهاز المناعي لأنه هو يحارب المايلين في الجهاز العصبي. فلما المريض يتم تثبيت الجهاز المناعي عنده ممكن ترتب عنده أو يصيده مشاكل ثانية. فشو النصائح اللي تحب تقدمها لهم علشان يحافظون على نفسهم من الإصابة بمشاكل ثانية بسبب هذه العلاجات؟ هلأ نحن كل المرضى بتناولوا الأدوية هي بصراحة ليست مثبتة بقدر ما هي منقولها المعدلة اميون موديوليتر ميديكيشنز زي الانترفيرونز والأدوية الأورال اللي قلنا عليها الفموية أو الأدوية الوريدية الأخيرة. هذول المرضى دائما منقول لهم طبعا كل دواء له ميزات او زي ما بيقولوا احيانا فوائد وربما اثار جانبيه. صحيح. لتجنب حدوث الاثار الجانبيه في مراقبات دوريه خاصه تجرى لصوره الدم complete blood count، ايضا انزيمات الكبد. في احد الادويه لابد نحن نراقب مع نظم القلب خاصه مع الجرعه الاولى زي الدواء اسمه جيلينيا، يحتاج الكبسولة الأولى تأخذ في المستشفى لمراقبة نظم القلب. كون هالأدوية هاي معدلة للمناعة وحياخدها المريض فترات طويلة، منقول للمرضى أهم شيء الانتباه إلى العدوى، خاصة هلأ نحن عم نتكلم على موضوع الكورونا والعدوى وتعقيم الأيدي. الكلام كثير في السوشيال ميديا وفي المجتمع عن هالموضوع، لكن المرضى التصلب المتعدد اللي بياخذوا هاي الأدوية زيادة لازم هالنصائح هذه دائما تكون معاهم. أنا بنبه المرضى على الموضوع تجنب الاختلاط، تجنب التجمعات، غسل الأيدي بشكل متكرر، تجنب الذهاب إلى المستشفيات بدون داعي. صديقتي ولدت لازم أروح أزورها في المستشفى، ماما عيانة لازم أني أجلس معها في المستشفى. هي لا، نحن نقول للمريض أنه في المستشفى هو عبارة عن جو فيه بكتيريا، فممكن أنت كمريض تصلب متعدد تأخذ أدوية معدلة للمناعة أنك تلتقط عدوى منقول لها hospital acquired infections. فلتجنب هالأمر هذا تجنب لابد أنه تجنب الأماكن اللي احتمال فيها أن تحدث عدوى. دكتور، أنا بغيت أرجع للدور الاجتماعي مرة أخرى. يعني هناك فعاليات مختلفة على أساس تثقيف المجتمع عن المرض سواء كانت في البحرين أو خارج البحرين، فما هي أهمية السبورت سيستم في هذه المشكلة؟ يعني سواء كانت من العائلة أو من المجتمع ككل. نحن أهم شيء هو زيادة الوعي. أنا مثل ما قلت أنه في القرن الماضي كان الوعي ضعيف في هذا المرض سواء كان من المجتمع أو حتى من الأطباء بشكل عام. يعني كان مريض يطول حتى يوصل للتشخيص ويكون حدث العجز، لكن كون هالفعاليات هاي صار بشكل أكبر، صار الكلام أكثر، صارت المحاضرات تتكلم أكثر عن هالموضوع، هذا زاد اهتمام الناس، زاد الوعي. يعني ممكن أنه أحياناً أحد الأشخاص إذا حضر محاضرة أو شاف برنامج عن مرض تصلب متعدد، أنه بعد فترة أحد أصدقائه وأخوته يصير معه هالمرض، يقول له ها انتبه ممكن أنه يكون معك تصلب متعدد، راجع دكتور المخ والأعصاب لإعطائك العلاج المناسب. الهدف اللاحق من زيادة الوعي هي مراجعة الطبيب بأبكر وقت ممكن في مراحل مبكرة من المرض وأخذ العلاج في مراحل مبكرة من المرض والحفاظ على الأداء الوظيفي الطبيعي للإنسان المريض. هذا هو الهدف من هالفعاليات النهائي. دكتور، أنت شرحت لنا عن اللمبر بانكتشر، وبس عشان أبي أطمن المشاهدين بشوي أزيد، يعني إبرة الظهر. إبرة الظهر كيف تتم هذه العملية؟ كم تستغرق؟ وشنو لو تتمشي لنا يعني ستيب باي ستيب في إبرة الظهر؟ قلنا أول شيء هي تجرى بيد الطبيب حصرا وليس التمريض. أحيانا بعض المرضى دكتور أنت بدك تساوي الأبري ولا الممرضة، فبقول له لا أنا رح ساوي الأبري هاي بإيدي، فبطمئن المريض أنه الطبيب متمرس على هذه الإبرة. أول شيء نحن بنقول للمريض أنه وضعية الجلوس
وإعطاء ظهر المريض للطبيب، الكشف عن منطقة أسفل الظهر. ممكن أحيانا اتخاذ وضعية أخرى هي وضعية الانحناء الجانبي مع حني الركبتين وعطف الفخذين باتجاه البطن، حني العنق أيضا إلى الأسفل سواء كان بالجلوس أو الانحناء أو الاضجاع الجانبي. تتم استخدام إبرة خاصة بالبذل القطني، يعرفها كل الأطباء، في إلى قياسات متعددة، عادة يستخدم قياس مناسب ثابت دائم، والدخول في بين القناة بين نقطتين معينتين اللي هي الناتئ الشوكي للفقرة القطنية الثالثة والرابعة، بين الثالثة والرابعة. الطبيب يستطيع من خلال خبرته بيعد النواتئ الشوكية ومعرفة أي مكان ممكن أنه يدخل فيه، يتم دخول هذه الإبرة. طبعاً قبل دخول الإبرة بنحط مادة مخدرة لدوكائين مشان ما يتوجع المريض بدخول الإبرة الأساسية. تدخل الإبرة تدريجياً، طبعاً الطبيب بيقدر يحس أو يشعر بدخول الأنسجة واحد واحد لحد ما يوصل للسائل الدماغي الشوكي، بنلاحظ أنه السائل يبدأ بالخروج إلى الخارج. هون بيكون الطبيب مجهز أنابيب معقمة، ممكن بوجود ممرضة مساعدة أن نبدأ نحن بتجميع هالسائل في حد معين مسموح، مش أنه دائم ناخد يعني أكبر حد هو 10 ml 10 ملليلتر، نادرا ما ناخد 10 ملليلتر، عادة ممكن 6 ملليلتر تكون كافية، وتم سحب الإبرة بعدها وتنتهي العملية، وضع شاش معقم وتنتهي القصة. طبعا العملية هاي أنا نسيت أذكر أنه بالبداية كلها لازم تعقيم شديد، زي تعقيم الجراحي، زي تعقيم العمليات. دكتور في الختام، يعني احنا يمكن قدمنا نصائح مختلفة للمشاهدين سواء كانوا من أهالي، من مجتمع، من ناس مصابين بهذا المرض، وحتى حق الأطباء. فلو كلم يعني يمكن السؤال الحين يظهر عند المشاهدين، كيف أقي نفسي من هذا المرض؟ احنا قلنا ساعات هذا المرض ما له سبب، يعني يمكن يكون هو مرض مناعي ذاتي، بس يعني ما هي الأشياء اللي يقدرون يسوونها على أساس يقون نفسهم أو يتوجهون أو يعني يفحصون بشكل مبكر على أساس يتم اكتشافها بشكل مبكر؟ أول شيء الحمية الغنية بالخضار والفواكه والفيتامينات، يعني هاي من أكد عليها للمرضى، تجنب التدخين والكحول. المريض اللي عايش في دول غير متعرضة للشمس أو حتى عندنا في بلادنا ولا يتعرض إلى الشمس ممكن يأخذ سوبليمنتر أو معالجة تكميلية بفيتامين دي، وعند إذن إن شاء الله ممكن أنه الوقاية. أما أسباب أخرى فهذه ما ممكن، أو العوامل الخطورة الأخرى اللي ما ممكن الوقاية منها زي الوراثة، إذا أنا عندي قريب درجة أولى أو ثاني ومصاب بالإمس كيف انا ممكن اني اقي نفسي؟ ما بقدر. يعني هذا يعني بس على الاقل يعرف انه اذا اصابته اي اعراض يروح يفحص لانه معرض. على الاقل اصابته اعراض عصبيه عند اذن يراجع دكتور المخ والاعصاب وهو بيقول له الجواب النهائي. صح. شكرا جزيلا لك دكتور، حياك الله، شكرا على المعلومات. اهلا وسهلا فيكم. اشكرك دكتور. اهلا وسهلا. في الختام مشاهدينا نتمنى نكون وفقنا في عرض الموضوع، نشكر ضيفنا الدكتور محمود هشام استشاري امراض عصبيه ودماغ، وتصبحون على خير. مع السلامه.